صباح الخير أسد، صباحكم الله بالخير والعافية. حياتنا من الإمارات، هنا المركز الكندي العربي الاستثمار التجاري، فرعنا في الإمارات. معكم دكتور ريثي الكعبي، مدير المركز الكندي العربي الاستثماري التجاري. تحياتي لكم، متواصلين معاكم دوما الحمد لله. قابلنا عدد لطيف جدا من الناجحين المستثمرين مختلف الجنسيات، خصوصا العربية. أجمل شيء كان لطفهم أنه فاهمين موضوع الاستثمار اللي حنتكلم عنه اليوم، تحديدا على الاستثمار الخاص في مقاطعة أونتاريو. أونتاريو هي القلب المحرك إلى كندا، مثل دبي في الإمارات. وهذا الاستثمار في نوع من الأفر عرض. قيمة الاستثمار نزلت، شرحنا سابقا بأنه قيمة الاستثمار داخل جي تي اي جريت تورنتو اريا 400 دولار، وخارجها 200 دولار كمينيموم. أقل سقف كانت، أقل مقدار ممكن استثمار. وشرحنا شنو جي تي اي، قلنا جي تي اي جريت تورنتو اريا اللي هي تورنتو وضواحيها، المدن ضواحيها، واوت اوف جي تي اي اللي هي بعيدة عن المركز حوالي ساعتين أو 3 ساعات. وايد يسألوني، كثيرين يسألوني، عدد كبير يسألوني على قد نقاط ذكية جدا. أنا أشكركم، أحب أحترم هذا الاحتراف مالكم، رجال أعمال ناجحين. بعد ما شرحنا كل حاجة، شنو النقاط المفاضلة؟ ما هي النقاط المفاضلة بين مستثمر وآخر؟ فإحنا طبعاً تتعرفون تحت مركزنا أكو صاروا هسه 4 شركات، كانوا 3 أو 4. مينا ليجل سيرفيس، هذا اللي يخص بالأمور القانونية تحت مظلته. عندك أيضاً شركة متخصصة كبيرة هي الأكبر في دراسات الاقتصادية، وعندك أيضاً شركة تعمل أسسمنت للنتورك مالتكم بيرسونال أو بزنس. ودخلت عندنا شركة جريزون هي خاصة الشركة خاصة بالأمور المالية، لأنه لازم يصير بيها موضوع أمور مالية وتحويلات وغيرها. فإحنا خلينا شركة حتى يكون الموضوع كله ليجالي 100% ليجالي. نعيد، نحن الجهة الرسمية القانونية الوحيدة داخل كندا اللي نقدم غطاء قانوني 100%، ماكو غير. يعني كل التوفيق، احتمال بعد فترة راح يجون يحاولون بأنهم يصير موضوع تقليد، لا بأس، احنا نفرح به ونساعدهم. اللي يحب يسوي هالمظلة القانونية يا ريت، خاصة احوالنا الله يحفظهم محامين الهجرة اللطيفة، الناس الشرفاء. ما يصير بس محامي الهجرة يشتغل لك، ولا ميسر واحد ولا مستقبل، لازم. هذا هو القانون الحقيقي، هذا هو الصحيح. ورخصة رسمية، مو بس محامي ما له حق يعني يقدم لك استثمار بالطريقة هاي، مجرد يعبيك معلومات. لازم رخصة رسمية، احنا عندنا رخصة رسمية مذكور نوع النشاط، شنو نشاطنا، شنو عملنا، ورخصة مالتنا الشوك الصادرة، وبيها ضرائب، وبيها كل مبلغ يدخل ويطلع عليه محاسبة ضريبية كاملة وإعلام الحكومة الكندية. هذا مو ترويج لي، لا والله، هذا أتمنى من البقية والإخوان، هي السوق يتحمل كل شيء، أن بس يكونون صادقين في التعامل مع المستثمر، يكونون صادقين بالمنافسة، يكونون قانونيين. كافة شركات الهجرة، طبعاً هاي حتسوي لنا مشاكل، بس ما عليك، كافة الشركات الخاصة بالاستثمار والهجرة خارج كندا غير رسمية، غير قانونية، ما عندها أي بطاقة قانونية أبداً، ما تقدر تشتكي عليه. أنت تقدر تشتكي عليه، أنا مسجل برخصة رسمية تجارية بالحكومة الكندية. لذلك نرجع إخواني أحبائي، النقاط المفاضلة هي مينا باي. يقدر يجي يسوي صوت قريب، شوف مثلا هسه هاي، أنا أحلى شركات كمال مينا.
هاي هسه احنا في نقاط اسمها بيرسونال نتورك. هاي البيرسونال نتورك فيها شرح كثير وفيها خارج وداخل جي تي اي. هاي احد النقاط. النقطة المهمة جدا قربي investment amount وايضا خارج وداخل جي تي اي شكل investment amount قيمة الاستثمار. الاولى مبينة الثروة مالتك طبعا ما يدعي انا عمر الوقت لما نقول احنا نرجع في الاول نرجع البيرسونال نتورك اول شيء يخص لك وزوجتك يمشي الحال لك وزوجتك وايضا يشمل سيارات عقارات اي مكان بالعالم شركات رصيد حساب اي شيء في امكانيه التداول بيع وشراء حتى اسهم ممكن نتورك لك وزوجتك تنجمع سوية زين قلنا الانفستمنت. هذا موضوع الايلس الاوفيشال لانجويج ايبلتي فرنسي وانجليزي. هذا مو شرط الايلس لكنه هذا عباره عن كريدت. كل ما اسس عندك ايلس اكثر تحصل نقاط. ما عندك مو مشكله تجي ورا سنه تمتحن تطلع 4 من 10 كل شيء موجود. طيب الشهاده مالتك تعطي نقاط شويه مو شرط عندك شهاده ما نقول لك تعال طلع بكالوريوس لكن عندك بكالوريوس ماجستير ايضا تعطيك ليفل اوف ادكيشن تعطيك ايضا نقاط اكثر لو عندك. طيب يعني مثل الاكسبرس انتري اللي يعرف شو اتكلم عنه. طيب الاكسبيرينس هاي دائما احنا ناخذ بها نقاط عاليه شو قد عندك خبره بمجال العمل مالتك. شوف هاي اكسبيرينس اما تعطي نقاط. طيب عنده بعد اوكي عندنا الجوب كريشن نوع العمل نوع العمل اللي تمارسه انت هذا مو بشيء مفاضله الكبيره قليله بس ايضا في اعمال مطلوبه شرحناها سابقا في مطلوب في داخل كندا بها تكون مفاضله وايضا قسمه اوتو تيجي هذا الأخير creation of NOC IBC هذا شوية تفصيله معقد. أنت العمل مالتك أكون مصنف IBC هذا ما نقدر نشرح إلا نغوص في الأعماق يعني هذا لازم يصير اتفاق بيناتنا ونشرحه. فلذلك هاي النقاط اللي هي 1 2 3 اتحرك هاي 4 5 6 7 نقاط مفاضلة بيها هاي النقاط فيها فقرات تعطينا نقاط عالية وفيها فقرات تعطينا نقاط بسيطة العمر ما موجود ليبر زين. فحبيت اني اطرح هذا المشكل عام لما يجيني واحد يقول لي اشرح لك ما اقدر اشرح لك نقطة ولا هي مو اني كلها اختصاصة لانه مستحيل اقدر اشرح لك اني هذا يحتاج الى ايام وانت ما متفق معانا تتفق معانا متوقع عقد معانا نشرح لك طبعا اكيد. طيب هاي ان جنرال مثل ما نقول ثم انت يا اخي ابحث ادخل على الجوجل وادخل على الاي ار سي سي وتحصل البرنامج وتحصل كل حاجه واقرا بنفسك انت ما تعرف انجليزي ترجم العربي ليش تتمع كل شيء من عندنا وانت ما متفق وياي كل شيء جاهز وبعدين لقينا مثلا اخوان اثنين الله يوفقهم اتصلوا بينا وظلوا معانا اسبوع كامل اكتشفنا انه هذول عندهم شركه استثمار واحده داخل كندا واحده داخل الامارات واحده داخل الاردن الثاني يتصلون بينا نعرف يقولون احنا زبائن حتى ياخذون عندهم معلومات. على اي حال هسه ما يخاف خلي ياخذ معلومات بس لو كان يكون صادق مع الناس يعني احنا هم ما عندنا مشكله ياخذ معلومات شيء جيد اقلها يعطي الناس معلومات صحيحه لا بس. طيب اخواني دائما احنا نسال على موضوع انت وين مسافر؟ نريد سفرات على الاقل الاوروبا، ليش؟ لانه حيرحنا سابقا يقول لك سال سؤال، لان انت في مرحله لاحقه احنا نشتغل بالاخر يعني مصداقيه، مرحله لاحقه يا اخي راح نطلب من عندك انت ورا شهرين ثلاثه تجي تزور كندا انت وعائلتك حتى اللجنه تقابلك. طبعا لما تجي غير تطلب فيزا، احنا نقدم الفيزا. لما تقدم فيزا عندنا كتاب من
من مقاطعه اونتاريو كل حاجه اوكي المحامي مالتنا قدم لك الضابط ما فهمش ما شفتك انت ما مسافر ما يقتنع يقول هل حيطلب له لو ايش راح يسوي يرفضك الفيزا دمر فلذلك الفيزا انت مسافر بيها حتى لو ما مسافر تروح تسوي جامب تروح اسمه جامب ترافل يعني تروح في السفره قصيره لدوله اوروبيه تطلع لك فيزا شنغن تجي اما اذا عندك يعني جواز دومينيك او غيره الموضوع لطيف او اذا عندك مثلا زياره لامريكا سابقه فالموضوع الطف وهكذا هذا الوقت مهم جدا التقديم لانه المنافسه قليله كل ما يمر اسبوع اسبوعين كل ما تصير المنافسه اقوى هاي خليها ببالك مثلا الجماعه اللي احنا قدمنا لهم عندهم فرصه احسن ما اريد نطول عليكم ان شاء الله كل التوفيق تحياتنا من الامارات ان شاء الله راجعين الى كندا قريبا طولنا شويه بال راح اعطس اسد بس ما في كورونا طولنا شويه في داخل الامارات لانه حسب طلب السيد والساده المستثمرين ارجو ان نكون احنا توفقنا بلقاءاتنا معهم وهم ناس محترمين جدا جدا وحقيقه اكرمونا يعني بكثير من غير كلامهم هداياهم واستقبالهم وعزايمهم الله يعطيهم العافيه ان شاء الله كل التوفيق لهم وهذا البلد اللي عايشين فيه بالامارات ان شاء الله احنا نشوفكم عن قريب في كندا اللي يريد يشوفنا في كندا ونتواصل معاكم احنا على كل الوسائل ان شاء الله في كندا تحياتي اسد مشكور هذا اسد اللي صورنا هذا الاوفيس بوي شكرا يا اسد اسد جاب لنا اليوم الكرك هذا بس ما جاب لنا وياه فطور جيب فطور جيب هذا اثنين لا جيب واحد جبن زعتر مكس كبير وجيب هذا مشان مهندس مال انا فلافل كله في لحم هذا في زعتر كله في موجود هذا لحم في لحم زعتر جبن جيب اوكي واحد لحم واحد زعتر جبن مكس وواحد فلافل مشان المهندس مال انا شو اسوي اكل فلافل هنا في هذا اشوف انا بعيد اذا ما مشكله مشكور بس خلي شويه شوكر هنا مسكينه شويه شوكر زياده تحياتنا معاكم نشوفكم خير وسلامه اخت هيا شلون صحتك رجعت لكندا بعدك اخو وايد تصلون بي من لبنان بالمناسبه ان شاء الله تكونين موجوده في كندا حتى اقدر اتواصل وياك لان خطيب قصر وياهم جماعه لبنان والله ضغط عليه هواي تحياتنا لك وتحياتنا الى عائلتك ان شاء الله اشوفكم خير وسلامه كلنا هذا كل مصري يعتبر